تتطلع تايلاند للعالم الواقع خارج حدودها من موقعها في قلب منطقة جنوب شرق آسيا على مدى أكثر من 700 سنة من تاريخها المدون، حتى استطاعت أن تصبح مركزا تجاريا هاما يربط الشرق بالغرب. وقد برزت علاقات مملكة تايلاند مع البلدان الأخرى بشكل متزايد في عصر أيوتيا بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر، حيث فتحت أبوابها على العالم الخارجي مثل الصين والهند وبلاد الفرس وأوروبا، والتي تعود العلاقات الرسمية مع هذه البلدان لأكثر من 500 سنة. حافظت تايلاند منذ فترة طويلة على سياسة تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع البلدان الأخرى، وقد تم تعزيز هذه العلاقات من خلال تبادل الزيارات على مختلف المستويات من أعضاء الأسرة الحاكمة والوزراء وتبادل المسؤولين إلى التبادلات الثقافية والتعليمية على المستوى الشعبي. واليوم لدى المملكة علاقات دبلوماسية مع أكثر من 190 دولة، ولديها أكثر من 90 سفارة وقنصلية ومكاتب دبلوماسية في جميع أنحاء العالم. بصفتها عضوا مؤسسا في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أو الآسيان ومهدا لإنشائها في عام 1967، لا تزال تايلاند تؤدي دورا نشطا في تقوية هذه الرابطة وجعلها أكثر تكاملا وتضامنا ومجتمعا مدنيا متطورا. وخلال رئاسة تايلاند لرابطة الآسيان تم إقرار ميثاق الآسيان ودخوله حيز النفاذ، وذلك في عام 2008، كما تم خلالها إنشاء لجنة الآسيان الحكومية لحقوق الإنسان في عام 2009. وقد سبق أن اقترحت تايلاند إنشاء منطقة التجارة الحرة للآسيان في أوائل عام 1990، وهي اليوم تؤيد التحركات الهادفة إلى تكوين مجتمع اقتصادي موحد للآسيان بحلول عام 2015. كما تدعم تايلاند مبادرات لتعزيز التواصل في المنطقة، وذلك بهدف ربط بلدان جنوب شرق آسيا بشعوبها عمليا عن طريق بناء الطرق والسكك الحديدية، ونظريا من خلال الأفكار والتبادلات الثقافية. ومع صعود إقليم آسيا باسيفيك في القرن الحادي والعشرين، فقد شاركت تايلاند في الجهود المبذولة لدمج البلدان الأعضاء في رابطة الآسيان مع القوى الآسيوية المتنوعة، وزيادة قدراتها التنافسية من خلال آليات مثل الآسيان زائد 3 وقمة شرق آسيا، وأبعد من ذلك من خلال التعاون الاقتصادي لمنطقة الآسيا باسيفيك أو إيبك. انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1946، سعت مملكة تايلاند إلى القيام بدور نشط وبناء في المجتمع الدولي، وذلك في مجالات من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتغير المناخي إلى الأمن البشري والسلام والاستقرار. كما تعمل المملكة بشكل وثيق مع البلدان الأخرى في الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المشتركة تتضمن ما يلي: القضاء على الفقر، مكافحة الأمراض مثل الإيدز والملاريا والإنفلونزا، مكافحة المخدرات، وتحسين مستوى المعيشة. في مجال حقوق الإنسان، ونظرا لالتزام تايلاند وتعهدها بأن تلعب دورا فاعلا، تم انتخابها عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة من 2010 إلى 2013. في مجال السلام والأمن، شاركت تايلاند في عدد من عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، من ضمنها دارفور في السودان، وقوة بحرية خاصة للانضمام إلى الجهود الدولية لمكافحة القرصنة في خليج عدن في عام 2010. ومملكة تايلاند معروفة باستعدادها لتقديم المعونات الإنسانية إلى البلدان المنكوبة بالكوارث الطبيعية. وخلال كارثة السونامي في عام 2004، وعلى الرغم من تعرض تايلاند لهذه الكارثة، إلا أن المملكة قدمت المساعدات للدول المتضررة وجعلت نفسها مركزا إقليميا لتنظيم النقل الجوي للإمدادات والمعونات الطارئة إلى البلدان المجاورة المتضررة. ونظرا لدور تايلاند النشط في المجتمع الدولي،
كان من الطبيعي أن تستضيف بانكوك مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لمنطقة آسيا والباسيفيك، إضافة إلى عدة مكاتب إقليمية لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وبينما يحمل المستقبل تحديات جديدة إلى عالمنا السريع التغير، فإن تايلاند ستواصل الاضطلاع بدورها كمواطنة مسؤولة للمساعدة في توجيه المسار مع العالم أفضل.